والله ضيعوني، ما بعرف شو بدي اشتغل. راح ينتزعوا البيضات، ايش بخلي انا؟ مرحبا يا اخ. اهلين، وينك اخي؟ نعم، عم ادور على مهجات، مو هيك؟ ايه وينه؟ هلا بيجي، تفضل. انت اخوه مو؟ اخوه؟ شو بدك منه؟ قل لي، اذا في شيء ضروري انا بقول له، لانه راح مشوار صغير وبجوز يتاخر. شغله بسيطه بدي اقول له عليها بنفسي. اي على راحتك. تفضل ارتاح، لنضيفك فنجان قهوه. يعني ما بتاخر؟ ان شاء الله، شرف. اخي بدي اسالك سؤال، اخوك بيعرف يضرب ابر شيء؟ لانه عندي كم ابره وحابب ياخذ لي اياهم. مين اخي يا اخي؟ اه ايوه، لا لا ابدا، اخي ما له علاقه بالطب بنوب. ها اهلين ابو صالح. اهلين سعيد. انت هون؟ ايه عن اذنك، عم بمشي اشوف جارنا شو بده. بس تعال. ترجع المصايب، والله شغلي معلق فيها. اللي باجات شو كان بده منك اخوك؟ اخي؟ منو اخي؟ قصدك جارنا؟ جاكون اخوك، ابن عمك، ابن خالتك، مين ما كان يكون، شو كان بده منك؟ ما يذكرني مشان اشك ابن ابري. ما قلت لي انه طاب وما عاد بده ابر؟ هو صحيح طاب، بس رجع انتكس. شو هالولد هاي يا معلمي؟ الله يعين اهله عليه، ما في غير بينتكس، ما على طول على طول منكوس. بقص نص شواربي بس افهم شو قصتك معلمي. نعم. هلا انا اولت امبارحه مو اخذت منك اذن ساعه وتركت لك اجره النهار كله؟ صار هالحكي؟ امبارحه مو اخذت منك انا اذن ساعتين وتركت لك اجره امبارحه واليوم؟ صار هالحكي. اليوم بقدر اخذ اذن ثلاث ساعات وبترك لك اجره بكره واللي بعدها واللي بعدها؟ لا ما بتقدر. ليش؟ شو بيضمن لي انك تشتغل عندي بكره وبعده وبعده؟ بركي اجى على بالك تروح وما ترجع بنوم. مين بيضمن لي حقي؟ هاي بسيطة معلمي، أنا بدفع لك سلاف أجرة ثلاث أيام وبس أشتغلهن بترجع لي إياهن. تفضل. منين بدك تدفعها؟ ها كني ها. يا على علمي فقير. لك مانك فقير ومنتوف من شجرة وبدك تشتغل برغيف وكاسة شاي. من قال لك هدول؟ معلمي فعلا حبل الكفي بقصير. شو قلت؟ معقول دينتهم من جارنا القصير هالقد هيك اه طول الشحرور هيك. اخ منك اخ انت راح تجنني اه؟ ما بيرجع مسعود الا انا بصير مستشفى المجانين. خلي مصرياتك معك والله معك. الله يخلي لنا اياك يا معلمي، دير بالك على البوفيه بغيابي، ما بديش فوضى. ايه شو هالحكي؟ في إنا عم تقسم؟ عم قلها. ايه ما خلص الموشح؟ ها خلص. طمني، لقيت المدير العام؟ نعم لقيته وخبرته وراح على المطار فورا. وين لقيته؟ عم دفتر المسكينة. المسكينة نطانة. امبارح انا سألته وقال لي تحسنت. منين تحسنت؟ بالعكس اليوم انتكست، اليوم انتكست، الله يعينه على الاخت بتنتكس كثير. شو القصة صالح؟ هدول كانوا علقانين جواك. تفضل، هي الورقة بعت لك اياها السيد المدير مشان تطلب هدول اثنين فورا وتخليهم يستنوه بالمكتب لمين ما رح يجي. ايش رح يرجع لهون؟ يعني رح يعمل جهده انه يمر لهون بعد الاستقبال. طيب اعمل لي قهوة. حاضر حاضر. رح يجننوني. شو هالمدير ها؟ مثل الزيبق. تفضل. مرحبا استاذ. اهلين. تفضل، ان شاء الله الف مبروك. مو معقول، أنا ماني مصدق عيوني، وأخيرا رح أروح بعثة لبرا. ألف مبروك. الله يبارك فيك، تعال خذ خذ خذ
بتستاهل الحلوان على البشارة الحلوة. تروح ترجع بالسلامة. الله يسلمك. الحلوان الحقيقي لعامل البوفيه، هو اللي بشرني بانه القرار السابق فيه غلط. انا لازم اروح لعنده واعطي الحلوان بنفسي. ماهر صندويش وشاي. ابو قاسم، ابو قاسم. اهلين استاذ سامير. وينو هذا العامل اللي بيشتغل عندك بدل مسعود؟ اسمه بهجه. خير، شو بدك منه؟ بدي اياه بشغله خاصه. مانو وين راح؟ راح مشوار برات المديريه ويمكن ما يرجع لبكره. يا خساره. شو استاذ سامر شايفك فرحان ومشارك؟ بارك لي بارك لي. يا الف مبروك يا ابن الحلال، الف مبروك. اجاك ولا؟ لا. لكن على شو؟ بعد انتظار طويل رشحوني للبعث السنه. الف مبروك. شو بدك تجيب لنا معك؟ الطمان ما راح بنساك. بس لو فيك ترغلبي، شو دخل هذا بهجه موضوع البعثه؟ شلون شو دخله؟ ما هو اللي اجا وبشرني انه رح اروح بعثي قبل ما القرار يطلع. بهجات ما غيره؟ هلا اللي بعثت لي القهوه معه اسمه بهجات؟ يا سيدي اصبح هو. عجيب امر هالرجال، لا يكون. ايه بس في النا قصه طلاب. نعم. ما بتعرف المدير العام ليش طالبنا؟ بالحقيقة ما بعرف، طلب مني استدعيكم بس. طيب. مثل ما فهمتك، خلي قلبك قوي. يمكن المدير العام طالبنا مشان شغلة الباص اللي صلحها خالد. مثل ما بدك معلم. فلذلك نحن لا شفنا شيء ولا بنعرف شيء. بالفلا جمال ساري قلت رايح فين؟ يا طلال. نعم استاذ. لطيف ومروان اجوا لعندك؟ اجوا استاذ وعم ينتظروكم. طيب دخل لي اياهم وجهز لي البريد. حاضر. احترامي استاذ. مرحبا استاذ. مين منكم بحب يبلش؟ ما تجاوبوا؟ ولا ما حدا منكم حابب يحكي؟ عن شو بدنا نحكي استاذ؟ عن التخريب اللي عم يصير بالمرآة. ما عندنا تخريب بالمرآة سيدي. وكل شيء عندنا بالمرآة ماشي تمام التمام. والاستاذ خالد الله يوفقه ماسك المرآة بمسكة مظبوطة، وكل واحد عم يعطيه حقه. حتى سأل مروان سيدي. مظبوط. يعني خالد مو عضو بشبكة تخريب خطيرة، ولا له علاقة مع دول أجنبية معادية، ولا له مخرب. أبدا أستاذ أبدا. الأستاذ خالد عم يصلح مو عم يخرب. بس أنا سمعت إنك حكيت غير هيك. سمعت إنك قايل إنه هو مخرب وإنه أنا اللي عم ساعده. أنا أستاذ؟ إن شاء الله ينقطع لساني إذا كنت حاكي هالحكي. بس في شاهد عليك، مثل ما كنت حضرتك محضر شاهد زور يشهد على خالد. الشاهد كذاب سيدي. ما بدك تعرف مين هو بالاول؟ مين ما كان يكون سيدي، انا ما قلت هالحكي. بس الاستاذ ممدوح نقل لي هالكلام على لسانك وقال لي انه مروان بيشهد على الشيء. معناته الاستاذ ممدوح كذاب. مو صحيح هالكلام سيدي، انا لا شفت الاستاذ ممدوح ولا حكيت معه بهيك موضوع. وانت حردون شبك ساكت ما تحكي. انا شو بدي احكي استاذ؟ الشيء اللي كنتك تشهد فيه اذا خالد ما قدر يصلح الباص. انا ما دخلني. لطيف استاذ هو اللي لعب بعقلي ودخل هالفكره براسي. عم تفتر علي ولا؟ طيب انا فرجيك. انت اسكت. استاذ هذا كذاب لا تصدقه. انا ما حكيت معه بهيك موضوع منوب، وانا لا شفته ولا اتفقت معه على اي شيء. هالشيء بتقوله قدام لجنه التحقيق. استاذ الله معك. موسيقى
على السلامة. ليش كنت مسافر؟ ما بعرف. أنت اللي بدك تقلي وين كنت؟ صحيح وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ بالمديرية. شو رأيك إني رحت لعندك وما لقيتك؟ معناتها ما كنت بالمديرية. طلعت على المطار أنا وبقية المدراء واستقبلنا وفد عربي. بس طلال قال لي إنه ما شافك منه وإنك رحت تشق على أختك المريضة. يا لطيف شو بنسى؟ من زمان نسى أنا، صح؟ مرقت عليها اليوم كانت تعبانة شوي. وشو رأيك كمان إني رحت لعندها ولقيتها بكامل صحتها وما عم تشكي من شيء؟ وإنها اليوم ما شافتك بنوم. هلا شوف قلي وين كنت؟ لك صحيح وين كنت؟ مين هي اللي عم تترك شغلك مشان تروح تقابلها؟ لا لا أنت هيك زودتيها كثير. على كل حال رح يجي اليوم اللي تعرفي فيه كل شيء. وإمتى رح يجي هاليوم؟ بدي انتظر كثير؟ لا تقلي لي يخلص المسلسل؟ أنت قلتيها مو أنا. سيدي هذا القرار صحيح؟ اي طبعا صحيح. حابب اتاكد هدول الاربع صفار اللي قدام الواحد، اربع صفار ولا ثلاث صفار والصفر الرابع جاي بالغلط؟ يعني شي دبانه. شو دبانه؟ طبعا اربع صفار. يعني سيدي المبلغ 10,000 مو كثير؟ بقصد انا هي اول مره بجيني هيك مكافاه لعامل. هلا بدي اسالك رئيس المرآب خالد قديش وفر على المديريه؟ يعني اذا كان بدنا نحسب العطل والضرر من وقفه الباص وثمن القطع اللي صلحها يعني بيطلع مبلغ منيح. يعني بحدود قديش؟ يعني مو اقل من 100-150 ألف ليرة. ومستكتر عليه 10,000 ليره، قديش بدك يعني يصرف له مكافاه؟ 100 ليره؟ 200؟ الواحد اذا ماشي بالطريق ولقى مبلغ بيطلع له 10%. سيدي مثل ما بتأمره، انا من بكره راح اصرف له المكافاه. ايه الله يرضى عليك، تفضل. حاضر. قال دباني قال. شو هي اللي عم تحكي عني؟ بس شو في؟ بس خلصي شغلك. ليك بس يا ابني طول بالك لاحكي مع المخلوقة. بس خلصي شغلك اطلعي ضبي الغرف. ايه ما تنسي. هي الأدبار. عفوا. هات لشوف شو هي الأدبار اللي عم تحكي عنها؟ هلكتني هلكتني مشانها، شو هي؟ هات شوف ورجيني. صدقيني مو مهم شو الأدبار. بقدر ما مهم انه يوقعها السيد المدير العام جوز حضرتك بابا. طيب هي بسيطة. قوم حطها فوق التلفزيون، بس يجي ابوك بخليه يوقع لك اياها، وشغلي الفيديو اللي بتفرج على الفيلم، يلا قوم قوم بسرعة. بس ماما بحب نبهك اني انا عرضتها على البابا ورفض يوقعها. طالما رفض يوقع لك اياها معناتها ما راح يوقع لي اياها انا كمان، قوم شغلي الفيديو قوم. لا يا ماما بس يعني هي الإدبارة يعني كثير كثير مهمة، كثير مهمة، هي بتفيد البلد وبتدعم اقتصاد هالبلد. وما حدا مقدر هالشيء، هي لأبوه لواحد رفيقي غني كثير وحابب يستثمر أمواله، وفي واحد ثاني مو قرايبه لرفيقي كمان عنده أب نفس الشيء، عنده مشروع نفس المشروع، بده يعملوا يعني شيء له علاقة بالمنافسة ماما، يعني وأنا وعدته لصاحب هي الإدبارة أني وقع له إياها، ويعني أرجوك ما تطلعيني بالخجل الله يوفقك. طيب يا ابني هلا بس يجي ابوه بشوف شو بقدر اعمل معه. هي بتنفع اقتصاد البلد. خلص يا ابني والله فهمت. يعني انت مرته